اسكتي. لا مش انت بتتكلم يا اخي. لا اله الا الله. انا اصل البنت دي عايز اتجوزها بجد. يعني ايه تتجوزها بجد؟ يعني حاسس انها بصراحه يعني طيبه وبنت حلال تنفع زوجها يعني. ما فريده طيبه وبنت حلال، كنت اتجوزها وخلصني. لا فريده ادهم بيحب فريده اصلا. لا سيبك من موضوع ادهم ده يا حبيبي. بص هو في سر يا فارس وانت مخبيه عليا، وانا مثيل اعرفه هعرفه يا فارس. عارف انت حبيت يمنى ليه؟ علشان طيبه وبتسمع الكلام، صحه السيد اللي جواك، فخامه. طب وايه يعني؟ كل واحد فينا جواه سيد، وانت يعني مش جواك سيد ولا جواك سيده؟ يا سيدي انا جوايا سيده، ده حل المشكله؟ يعني انت شايف ان انا اعترف لها بموضوع الميراث؟ لازم تعترف لها بموضوع الميراث. ايه رايك يا غلاب؟ انا قاعد مع صدى صوتي، انت جننتني يا اخي. ايه ده؟ والله معاه حق، انا حاسس ان في صدى صوت بس مش عارف جاي مني انا بقى ولا جاي منين. يا فارس هو في حد؟ مفيش حد خالص. بنتين مني كلمتني. لو سمحت. عايزه ايه مني تاني؟ انت بتكلمني انا؟ اه حرام عليكي. حرام عليا ليه؟ عملت لك ايه؟ ايوه هو اتمنى ربنا مديكي شويه قوه تقومي تفتري عليا؟ انا افتريت عليك؟ اه اهنتيني وهزقتيني وشتمتيني وخدتي مني التبس اللي اديتهولي. ال 100 جنيه؟ وانا في حياتي كام 100 جنيه يعني؟ ولا مني غلبان ولوحدي في الدنيا دي؟ حقك عليا يا سعيد، معلش تلاقيني كنت متنرفزه شويه. خد. ايه ده؟ امان؟ امان. يا ساتر يا رب. يمنى يمنى مش عارف يمنى ولا يمنى، انت يمنى صح؟ ايوه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اعرفك بنفسي، انا زهدي مأمور الضرائب المسؤول عن قضيه فارس قنديل. هو عليه قضيه؟ يوه ده عليه مجموعه قواضي، ده مش بعيد يبقى رد سجون الا اذا اتجوزك وخد الميراث. ميراث ايه؟ ها؟ انت ما تعرفيش موضوع الميراث دوت؟ لا. طيب ما ينفعش اقول لك عشان ما يقولوش ان انا بوقع بينكم وبين بعض، اقول اي كلام فقف علام، ما ينفعش. من فضلك انا عايزه افهم. ما تضغطيش عليا، ابوس ايدك. يمنى بلاش ضغط زياده. استغفر الله العظيم. بص يا ستي، فارس قنديل هيقعد يقولك بحبك وبموت فيكي لحد ما يوقعك في شباكه ويتجوزك وياخد الميراث، بعد كده يطلقك بقى ولا يسجنك معاه، انا ما اعرفش. يمنى انا ما قلتلكش حاجه. طب هو بيعمل كده ليه؟ يا رب وصيت جده يا ستي. يمنى انا ما قلتلكش حاجه. يمنى اوعي. السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لك يا عم فارس بصراحه كده من الاخر، اوعى تمضي وصل الامانه لزهدي. بقول لك اهو ما دام بتحب يمنى قوي كده، ما نتجوز بقى ونخلص. يمنى دي قلبت حته قلب امبارح غريبه جدا. قلب ازاي يعني؟ كده ولا يعني؟ لا 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 مش قصدي. امال ايه؟ مش عارف، زي ما يكون عندها زهايمر او راكبها عفريت. يا راجل واحدة تانية خالص. سلام قوم رب الرحيم. ايه؟ اه دي جاية اهي. العفريت. بقول لك ايه؟ العفريت ده احنا محتاجينه. تحفظ عليه. ها؟ تحطها بقى في زلعة، تحط يعني معاك لغاية ما نخلص. ها؟ ورايح مشوار راجع لك. سألت عليك قالوا لي انك هنا. خير يا فندم، في حاجة؟ أنت عايز تتجوزني عشان ميراث جدك؟ نعم، في حاجة؟ عايز تتجوزني عشان ميراث جدك؟ مين اللي قالك؟ زهدي كتكوت الأمير. إيه ده؟ زهدي؟ أول مرة أعرف إن هو حفيد كتكوت الأمير. أنا هقطع له لسانه زهدي ده، هقطع له لسانه. طب وليه ما قلتليش الحقيقة من الأول؟ ما هي دي الحقيقة. يعني مفيش ميراث؟ لا في، بس هو بص يا يمنى، أنت دلوقتي إيه؟ آه لا تمام. أصل أنا لما شفتك إمبارح الصبح مش بالليل، الحقيقة قلت إن دي بنت جميلة وطوع كده وبتسمع الكلام، وما كنتش بفكر في الميراث خالص وقتها. انما بالليل بقى بصراحة ما كنتش بفكر غير في الميراث بعد القلبة دي وبتاع. بس انت دلوقتي يعني تمام، انا دلوقتي يعني بفكر فيك مش في الميراث. ايه مش مصدقاني؟ مصدقك، وهي دي المشكلة. مشكلة؟ مشكلة ليه يعني؟ اقول لك تعالي نتجوز دلوقتي، احنا دلوقتي الصبح. يلا بينا. يا ريتها سهلة قوي كده. طب وإيه اللي هيصعبها بس؟ أنت مخبية عني حاجة؟ بعدين هقول لك. لو هتستني بالليل ما تقوليليش، قولي لي الصبح. ألو. أيوه يا بابا.
وحشتيني قوي. انا بكلمك عشان اطمنك عليا. لا مش هينفع طبعا ارجع القاهره لغايه ما نحل المصيبه اللي احنا فيها. انا هكلمك كل فتره كده عشان اطمنك عليا. لو حصل اي جديد هبلغك. مع السلامه. شد القلوع يا مركبي مفيش رجوع يا مركبي يا مركبي يا مركبي. انت ازاي تروح تقول ليمنى انا عايز اتجوزها عشان الميراث؟ يا سلام، وانت هتتجوزها عشان خاطر حاجه تانيه لا مؤاخذه؟ انت مالك انت؟ انت مالك؟ انت ايه اللي بتعمله ده؟ بمشي مراكب يا ابني. انت فاكر نفسك قناة السويس؟ ده بسين اطفال والمصحف؟ انا افتكرتها بحيره اصطناعيه. وبعدين خد انت، انا غلطان اللي انا عايز اعتقك من السجن اللي انت هتخشه. سجن؟ لا مش هتسجن، بالعند فيك مش هتسجن، هتجوزها. تتجوزها؟ تعالى قابلني، البنت دي عندها فصام، وانا اهو انت اهو، الجوازه دي مش هتعمر، هتنفصلوا عن بعض. انت بتعرف الحاجات دي منين؟ قول مين مش عارف في الفندق؟ ده كل الفندق عارف. بقول لك ايه؟ الحاج هايم بتاع البهايم قرر ان الفايده تبقى 9% وهيديك عليهم بهمتين هديه. لا 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 لا، بقول لك ايه؟ المتر غلاب بقى مقرني على كل حاجه، مش همضي لك وصل الامان. المتر مين؟ غلاب. غلاب؟ هو باعهم عليك؟ ده شكله والله كاتب محكمه. والله العظيم انا كنت بقول لنفسي كده، لا 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 بس وريني الكارنيه. هيدخلك السجن وانا هو انت اهو ومش هيجي يزورك. لا 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 هيجي يزورني. ولا هيزورك ولا هينيل يا عم. يزورني ايه؟ مش هتسجن اصلا. هتتسجن وانا هو انت اهو. يا ابني كفايه يا ابني. تفتكر اني واحده هتسبق؟ شد القلوع يا مركبي مفيش رجوع يا مركبي. انت متاكد يا ابني من الكلام اللي بتقوله ده؟ انا شفتهم بعينيا الاثنين دول وسمعتهم بودني الاثنين دول. بقى لا سمعت ولا شفت، انت لا بتشوف ولا بتسمع. انا عمري كدبت عليك في حاجه قلتها لك قبل كده؟ لا الحقيقه كله كده، كل اللي بتقوله كده. شفت شفت؟ عايزك تطمن يا مستر فارس، عايزك تطمن وتتاكد انك وراك رجاله وحوش نمور قرود. بس حاضر حاضر حاضر، تعال تعال. اقدر اعرف انت خرجتي من الاوضه ليه اصلا؟ بصي يا يسرى. سامع؟ بص وطي صوتك، وطي صوتك. حاضر حاضر. احنا عشان نفضل في امان. شايف شايف يا ابني، وطي صوتك وطي. لازم ما تخرجيش من الاوضه خالص. لازم الناس تفضل تتعامل معايا انا بس، عشان هم عارفيني انا بس. يا بنتي دي ناس كلها هبله ومش فاهمه حاجه، مش مركزين اصلا. ايه ده؟ دول طلعوا. ثم انا بقى مش جايه عشان اتحبس. سامع؟ المهم ان احنا ما نظهرش مع بعض وخلاص. لا يا يسرى، انتي جايه هنا عشان احبسك لحد ما نشوف حل في المصيبه اللي انتي وقعتينا فيها دي بسبب استهتارك وسوقتك السريعه اللي شلتي فيها الراجل يا عيني عليه وهربتي. لو كنت سمعتي كلامي وهديتي من السرعه شويه ما كانش حصل اللي حصل. ايه شايف؟ وطي صوتك بقى يا مستر فارس، وطي صوتك. عايزه اولا هو اللي مستهتر، محدش بيعدي على طريق سريع كده وهو بيتدلع. ثانيا انا مش هخاف عليه اكتر من نفسه، المفروض يعدي بسرعه او يستنى لما الطريق يبقى فاضي. ولا انت بقى عاوزه تسلكي الطريق عشان يفضلك مع اللي اسمه فارس ده وتحبسيني؟ وفيها ايه؟ فيها ايه يعني لما الاقي عريس كويس ومحترم وعايز يتجوزني؟ بس المشكله بقى اقول له ايه؟ ها؟ اختي هربانه من جريمه قتل؟ عشان خاطر يا يسرى الحل الوحيد انك تسلمي نفسك واحنا نحاول نجيب اكبر محامي يترافع عنك عشان نعيش حياتنا الطبيعيه. طب انا هقول لك على الدغري من، لو انت عايزه تتجوزي اللي اسمه فارس ده اتجوزيه، انا عن نفسي مش هسلم نفسي عشان تبقي عارفه. خلصانه؟ طيب انا هوريكم. تعرف احلى حاجه فيك ايه؟ ها ايه؟ اللي اسمك سعيد، يعني كل اخبارك سعيده. تعالوا. مات مازال القهوة اللي حضرتك طلبتيها. تعالى هنا يالا. لا مش هيجي. تعالى هنا يالا. بالراحة. في ايه؟ في ايه؟ وحيد الله. أنا مش طلبتها مغلية؟ حصل. ما جبتهاش مغلية ليه؟ أنا ماليش أجيبها مغلية. تروح تجيبها مغلية؟ أجيبها مغلية بسرعة. ماشي أجيبها مغلية. يلا. لا لا
لا اله الا الله. ربنا معاك، ده في حوارات جوه يا باشا. انت بتترعش كده ليه يالا؟ مساء الفل يا معلمه. ولا سلام ولا مسا ولا كلمه كويسه. جرى ايه يالا؟ ما تنزل من على دماغي بقى. يالا؟ ماشي يا معلمه. انت معلمه، انت معلمه. جرى ايه يا يسرى؟ يسرى؟ فاكراني عيل هتي؟ انا هارش كل حاجه. خدي بالك من هارش دي. ده انت رامي ودانك بقى. اه، واقدر ابلغ عنك. ابلغ عنك في جريمه القتل وفي انتحال شخصيه اختك. مش كفايه؟ مش كفايه قاعدين في اوضه سنجل وانتوا دبل؟ تعالي يا يمنى شوفي العريس اللي انت كنت عايزه تتجوزيه. ايه ده؟ هي كانت عايزه تتجوزني؟ ما تيجي سكه وتجيب من الاخر. انا هجيب لك من الاخر. سلمي نفسك. وانا هوكل لك احسن محامي هنا في الاوتيل. اه، الاستاذ غلاب، جهبذ القانون، وان شاء الله بعون الله هيجيب لك اعدام. قصدي 15 18 سنه. واذا كان علاقتك معايا في الحبس والصون. ده انت مظبط كل حاجه بقى. واتعاب المحامي عليا، ما تقلقيش. قلت ايه؟ افكر واشاور يمنى. وبعدين على فكره جو الشبحانه ده مش لايق عليك خالص. شبحانه؟ ها، انا لسه شايف فيلم الاستاذ عادل ادهم. ولا ايه يا قطه؟ يا ناس انا دوبت في جلاليب وجلاليب وجلاليب. يا رب اكرمني كده دايما على طول يا رب. الخمسه بقى كده اهوت والعشره تحتها. يا ما شاء الله يا ما شاء الله. وسايبني واقف يا اخي. اتقي الله، مفيش احترام للكبير، اتاخد شويه. اعوذ بالله. ده ايه ده؟ ايه؟ ايه اللي معاك ده؟ ده شقه عمري. شقه عمرك؟ اه. وريني كده. وشقه عمرك جايبه فكه ليه؟ نازل من الميكروباص؟ انا هاخد شقه العمر ده كله. عارف ليه؟ ليه؟ عشان مفيش معلومه جبتها لي من ساعه ما قلت لك هات لي المعلومات. هجيب لك معلومه ازاي يعني؟ هو انا عمري شفت منك حاجه؟ امسك. عشان انت حبيبي. اه. اه. ايه الاخبار بقى؟ استر يا رب. استر يا رب ايه؟ انت عمال تتلفت حواليك ليه؟ ده مفيش غيرنا انا وانت في الجنينه. حاضر حاضر حاضر. يمنى ليها اخت توأم قاعده معاها هنا في الاوتيل. يمنى ليها اخت توأم قاعده معاها هنا في الاوتيل؟ اه. امسك. والغريبه انها شبهها بالظبط. سبحان الله. والغريبه انها شبهها بالظبط. اه. امسك. يمنى تديني التبس من هنا والتانية شفاط. السحب عندها عالي، تاخده مني على طول. السحب عندها عالي، تاخده منك على طول. آه. امسك. ولو عرفت قصتهم بقى ايه حكاية ما قولتش. ايه قصتهم؟ قولي الحكاية. معرفش، ما هم كان صوتهم واطي وانا مش سامع. ومين اللي يعرف ان شاء الله؟ مستر فارس هو سمع كويس، ممكن اعرف منه واحكي لك. حلو، ماشي. اه، لحد بقى لما تعرف بقى من مستر فارس انا هاخد الفلوس ديت وبدالك مكافاه نهايه الخدمه. طب وشقه عمري؟ طب اديني اي حاجه. حاضر، ادي بوسه. والله كسفتني، يا ريتك بديتني اي حاجه. ايوه يا يمنى، سيبي كل حاجه في ايدك وتعالي لي دلوقتي. انكشفنا انكشفنا قصتنا اتعرفت. طب بسرعه لازم نهرب، هستناكي قدام باب الاوتيل. سابت مكانك. والله وقعت يا يسرى. نعم، حضرتك بتقول ايه؟ ايه ده؟ حد ما يعرفش فنانتنا الجميله يسرى؟ كمان نسيت الحادثه والراجل اللي فرمتيه. يلا ابو مستنيكي في الزنزانه. جودت باشا. ثلاث دقات. ايوه يا باشا. لا لا لا، قبضنا عليها يا فندم. عليك، ده انا حسن. ده انا ايه ده؟ ثانيه واحده يا فندم، اقفل بعد اذنك. مش لسه قبض عليكي؟ انا 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 انت هتعملي عباسه حموده؟ جودت باشا. قوم سعادتك قبض عليها يا باشا. لسه قبض عليها حضرتك دلوقتي ومكلبشه مقلب العربيه. معلش، ناخده كمان مره. وان مور فور سيفتي. جودت باشا. ايه يا فندم؟ اه، قبضت عليها بس واقف في الحته دي، شكلها ملقف.
يا باشا عامل له ايه؟ ما هو عمال يبوظ الجوازه، الجوازه ورا الثانيه. يا باشا بقول لك ايه يا باشا؟ ما تقفل دلوقتي عشان في حاجه غريبه دخلت عليا. مستر زهدي. ايوه. هو انت قفلت ليه على طول اول ما شفتني؟ طبعا لازم اقفل على طول اول ما اشوفك. اقول لك ممكن تعتبرها صدفه. صدفه؟ دي مش صدفه، انا شاكك فيك. شاكك فيا انا؟ ايوه، انا كان امبارح في واحده واقفه معايا قطه رازي تقول حاضر حاضر، طلعوا اتنين توأم منهم واحده قتلت قتله. انت اتكلم قول، بقالك فتره طويله قوي قاعد معانا ليل نهار نهار مع ليل، ليه؟ انا قاعد هنا عشان عندي شغل. شغل؟ شغل ايه؟ وحضرتك شغال في مصلحة الضرايب ولا شرطة السياحة؟ ولا يمكن انتوا اتنين توأم، واحد شغال في شرطة السياحة والتاني شغال في مصلحة الضرايب، انت اتكلم قول. لا يا فندم، أنا عندي شغل، عندي شيكات عايز أحصلها من صاحب المحل. محل؟ أقصد صاحب المنتقع. منتقع؟ الكلام ده ما يخلش على دماغي بجزرة. بص، شغل الأرانب ده مش هيخيل عليا، أنت قول عايز مني إيه؟ طبعًا حنطة أقول، واحد غيرك كان يقعد في مكتبه معزز مكرم في تكييفه يشرب ليمون نعناع. ما بحبوش. شاي بالنعناع. ما بحبوش. يشرب نعناع. أنا بحب المانجا. هجيب لك مانجا بس أكمل الجملة، وبعد كده حضرتك تستنى بقى مستر فارس، يا إما يتسجن يا إما يتقبض عليه، أنت اتكلم قول. لا، أنا عايزك أنت اللي تنطق تتكلم تقول عايز إيه بالظبط. لا، أنا فهمت كل حاجة، وعرفت أنت هنا بتعمل إيه؟ جاي ليه وعشان ايه وليه؟ جاي ليه ان شاء الله؟ انت جاي عشان خاطر وحيد، زمانه كمان وحيد، وبتحب واحده ما بتحبكش، زمانه كمان في واحده ما بتحبنيش، وجاي عشان خاطر حد يفضفض لك وانت تفضفض له، زمانه كمان عايز افضفض. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لا ادهم، لا ادهم، لا اياك تضعف، لا احنا اقوياء اقوياء يا ابني. لا انت مش حب انا. لا 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 خالص. تشرب ليمون بالنعناع؟ احبوش. اجيب لك شاي بالنعناع؟ احبوش. تشرب مانجا؟ احبوه. اتنين مانجا لو سمحت. ها ها ايه؟ ها انت خير؟ ها عملت ايه؟ عملت ايه؟ يا والله العظيم ما قادر اسمع المعلقه وهي بترن، انا تعبان قوي يا فارس. يا فارس همشي من امبارح. اخد نفسي كده بس، اخد نفسي وافهم واتكلم معاك، ما تبقاش عجول يا اخي. يا ساتر يا ساتر عليك يا فارس. يا عم عجول ايه؟ قول لي ايه اللي حصل في القضيه وبعد كده ارتاح براحتك. ايه يا فارس؟ دي جريمه قتل. وبعدين ده موقفهم صعب قوي. انا حاولت اطلعهم بكفاله، اخد 4 استمرار، اعمل ايه؟ الموضوع صعب جدا، بس ان شاء الله خير خير، ربنا يسهل. خير ايه يا عم؟ طب يسرى ماشي، طب ويومنا بقى؟ يومنا ما عملتش حاجه خالص. انت عشان اساسا ما درستش قانون يا فارس. الله، يا ابني يعتبر فاعل اصلي، هي متسطره على اختها. بقولك يا غلاب، مفيش مره ما صفتني. انا مش عارف، في حاجة غلط في الموضوع، في حاجة غلط. لا، أنت مش واخد بالك، في حاجة غلط فعلاً. في حاجة أنت عاملها وربنا مش راضي عنها، لا اللعبكة اللي حصلك في حياتك دي مش طبيعية، لا لا. اذبح يا فارس، اذبح، طلع لله يا أخي، اصلح بينك وبين ربنا. اللي أنت فيه ده بس سيبها على الله. إن شاء الله سنة اتنين تلاتة هيخرجوا من السجن وهتتجوزها يا عم، ما تقلقش. سنة اتنين تلاتة إيه؟ يا كل الميراث راح مني. كلاب فعلاً في حاجة غلط، شوف هبانت أهي. في حاجة غلط فعلاً. انت مش عايز تاخد اجازه؟ خد اجازه، اقعد مع اولادك ومراتك كده. يلا بطل، خد بعضك كده واخلع.